حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير، حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير. أقدمت على الموت، أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي ولا هدخلت أنا. هنا قسنطينة، تحديدا منتصف المدينة بين ذراعي عاصمة الشرق، تتربع على مساحة 14 هكتار بمكان تاريخي وشواهد على العصر لا تزال آثارها حتى اللحظة. سلمت وقبل سلامي. باردو، وهي كلمة تركية تعني دينان، الجنينة أو الحديقة الصغيرة، هو المكان الذي تعاقبت على استغلاله مختلف الحقب الزمنية، بداية بالحقبة العثمانية التي حكمت المدينة في الفترة الممتدة من 1521 إلى 1831، حيث احتوى ذات يوم على مربط فرس الباي، وكان يضم أجود أنواع الأحصنة الخاصة بباي قسنطينة حينها. قصة المكان لم تتوقف هنا، فببلوج الفرنسيين إلى قسنطينة وبعد سقوطها، دخل باردو حقبة زمنية أخرى امتدت من 1837 إلى غاية 1962، وهنا أنشأ فيه الغزاة ثكنة عسكرية، وهو ما رصدناه لكم في هذا العدد من برنامج ما يقال، حيث يروي المكان عن ثكنة عسكرية تواجدت بالمنطقة سنة 1837 إلى غاية 1840، وهي ما تحولت لاحقا إلى أعلى المدينة، ما يعرف اليوم بسجن الكدية. آخر حقب الجنينة أو باردو، وهي الفترة المعاصرة والممتدة من 1962 تاريخ استرجاع السيادة الجزائرية إلى يومنا هذا، والتي دأبت السلطات المحلية وبإرادة سياسية كبيرة على رسم أجمل لوحات مدينة قسنطينة بحديقة إيكولوجية تحتوي على أزيد من 700 صنف شجرة متنوعة بين أشجار مثمرة وصنوبر وأشجار زيتون، إضافة إلى الورود وحتى بعض الأعشاب الطبية، والتي خصصت لها مساحة في الجهة العليا من المنطقة. واجهة سياحية تعول سلطات المدينة اليوم على تهيئتها لاستقبال وفود شان الجزائر 2022، وترسم من خلالها امتدادا للحضارة الجزائرية التي لطالما صبت اهتمامها بنظافة واخضرار المحيط. نجمة يا نجمة، أبقى لك صواف اللوم علي، الحديث عن حديقة باردو يسوقنا إلى منطقة تاريخية أخرى، أقدم جسور المدينة، جسر الشيطان، جسر قصت في حقه العديد من الأساطير بين الخيال والواقع، بين الفانتازيا والجمال والمتعة التاريخية اللامحدودة. فأبرز الأساطير تحكي قصة حوار دار بين قدماء المدينة والشيطان الذي منعهم من بناء الجسر، فوصلوا معه إلى اتفاق عدم هدم الجسر بمقابل أول العابرين بالجسر بعد بنائه يقدم كقربان له، فتعرض للخداع بعبور كلب أكرمكم الله، فغضب وصرخ صرخة مدوية، ومنذ ذلك الحين والعابرين بالجسر يسمعون ذلك الصوت كلما عبروا الجسر.
قصة أخرى من قصص الفانتازيا تروي أن وجها يشبه وجه الشيطان يحرس الجسر، وأخرى عن كنز يضمه المكان، ومن علامات وجود هذا الكنز المدفون ذلك الوجه المرسوم في واجهة الجسر. كل هذه الأساطير والخرافات تؤكد للعالم مدى عراقة هذه المدينة ومدى أصالة ساكنها. حديقة صغيرة، تعرفنا من خلال الروبورتاج قصة حديقة باردو وأصل تسمية باردو، والذي يعني الحديقة باللغة التركية، والأتراك من عاشوا وعمروا المدينة في يوم مضى. بعد توغلنا ممكن في حديقة باردو وصلنا إلى هذه المنطقة التاريخية، وهي منطقة تعود ممكن إلى العهد أو الحقبة الرومانية، جسر الشيطان. سنتعرف على المزيد مع المرشدة السياحية خديجة عسكراتلي. مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير منير. أعطينا لمحة على جسر الشيطان، سبب تسميته، وإلى أين تمتد والعمر تاعه تحديدا؟ جسر الشيطان يعتبر من أقدم الجسر الموجودين لهنا في مدينة قسنطينة، حيث يعود إلى الحقبة الرومانية. هو التاريخ تاعه يقولك بناوه العثمانيين، لكن هو عنده تاريخ أقدم من ذلك، وين يعود للحقبة الرومانية. هو جسر صغير مخصص للمشاة، طوله 65 متر. هدم وبني عدة مرات بسبب منسوب المياه لوادي الرمال. أصل التسمية تاعه سمي بجسر الشيطان لأنه كان الواد أعلى من هكا وأقوى من هكا، كي يضرب الواد في الصخرة ممكن في ليروشي اللي راهم دايرين. ايوه، كي يضرب الماء في ليروشي، الصوت هذاك كان تلمو، كانت لا بريسيون تاع الماء هذيك كبيره، كي كان يضرب في الروشي يدير اصوات مرعبه. عجبت هذيك اللي تسمى بجسر الشيطان، وين كان يقول لك شغل الشيطان هو اللي يدير الاصوات هذيك. ايضا كانوا يخافوا منه الناس، كانوا يخافوا طبعا من أيوة. الناس ايضا كاين وجه بشع لهنا في الروشي من ورانا، ايوه ما نشوفوه، وين يقول لك هو تشبيه الوجه الشيطان. أيوة. على جوز هذيك يسموها ثاني، يقول لك اشتقوا التسميه تاعو من هذاك الامر. كاين حكايه خلاف. أيوة. انه يقول لك كي كانوا يرميوا الناس روحهم من اعلى، وين يسويسيدي وينتحروا كامل. أيه؟ شغل الصوت تاعهم هذيك، الروح تاعهم كي تهبط ويوصلوا لتحت الماء كامل، تعاود تطلع الروح تاعهم هذيك دير الاصوات. لكن حقيقه التسميه انها ترجع للحكايه تاع نسبه منسوب المياه كي يضرب في الصخره يدير الصوت هذاك على الجسر هذيك اللي تسمات جسر الشيطان. وهو كذلك نشوفوا باللي نسبه او المنسوب تاع المياه كان يرتفع حتى 15 متر على مستوى يعني فوق ما رانا احنا متواجدين الان، فوقنا هكذا، فوقنا بشويه مش بزاف. على خاطر انا في النقطه، على خاطر دوكا انا في النقطه 515.50 متر. نعم. على مستوى سطح البحر. كان الواد اعلى من هكا، كي كانت القوه تاعو اكثر من هكا يطلع حتى لفوق، وين مرات ما تقدرش حتى تعدي على الجسر هذا، ومرات كي تكون القوة تاعو كبيرة أنه يريب الجسر، كل مرة يريب الجسر يعاودوا يبنيوه، يريب الجسر يعاودوا يبنيوه، وينسبوه العثمانيين على خاطر آخر مرة سمارات كانت في الفترة العثمانية. وعلى ذكر الهدم والبناء، إعادة التهيئة قائمة في هذه اللحظات. أشكر المسؤولين اللي أعطونا ممكن هذا الفسحة وهذا الفرصة أن نلج إلى المكان حتى نصور. هو حاليا يتحضر أيضا لاستقبال وفود الشان، فأهلا بالجميع في عاصمة الحضارة، عاصمة الثقافة قسنطينة، عاصمة ممكن الخفايا التي كل مرة تحكي لك المزيد قسنطينة. ما زلنا نزيدو نحكيكم المزيد، خليكم متابعين للفيديو، فأكيد تعريفنا بالشق السياحي لمدينة قسنطينة ما زال متواصلا. قالت لي والله ما يفيدك بخلف القطايا، اديها وفخر على جميع من يصحوك، ضفرتني بالجوهر النفسي من غاية، حطت فيها حجرتين كل برق الناب، دربتاني بالحزام لنوصلت لي.
قسنطينة الحضارة وحديقة باردو تشهد على تعاقب الرسالات السماوية على هذه الأرض. فهنا خط بالحرف الواحد 9 سبتمبر، يوم يخلد ذكرى أولياء طاهرين، شغف شهداء هوريسيا، يعقوب، ماريان، داتيس، وسيلفينيس، وإيجيبتيس، تذكروهم في حضرة الرب. منهم هؤلاء المعروفون بالأسماء والذين حفروا هذه النقيشة. صخرة الشهداء شاهد من شواهد العصر، بحقبة من حقب المدينة، رسول جاءوا برسالة سماوية فأزهقت أرواحهم يوم 8 مارس 259، وفي زمن الحاكم الروماني فاليريان الذي أمر بالقبض عليهم وهم يقيمون صلاتهم، فأعدموا جميعهم ومعهم 100 مؤمن بالرسالة المسيحية حينها. جانب الموجات تتابع، بحر الحب غمين قطنا. مهما قصصنا ومهما ذكرنا لن نوفي مدينة الصخر العتيق حقها، ومهما حاول ساكنة المدينة وزوارها اكتشاف قسنطينة سيصطدمون بالمزيد من الأصالة والعراقة والتاريخ المتجدر تجدر أمجاد سيرتا. وعلى هذا المسرح الجميل المفتوح على الهواء التلق، مدينة قسنطينة ستستقبل وفودها سياحها في هذا المكان الجميل الذي نتواجد فيه اللحظة، وهو الحديقة، حديقة باردو التي تعرفنا عليها اليوم. تعرفنا أيضا على الأساطير التي قيلت عن ذلك الجسر الصغير. أكيد ما زال في جعبتنا الكثير حتى نحكيه عن مدينة قسنطينة. ما عليكم إلا أنكم تتابعونا في العدد القادم، سنتعرف وإياكم على معلم سياحي آخر لزيارته. فأهلا وسهلا بضيوف الجزائر في مدينة قسنطينة. الله يا صوت الريامين.